أكد المترشح للرئاسيات علي بن فليس اليوم على دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بإدراج بيداغوجية خاصة بهم وتوفير التعليم والنقل لهم. مهوبي خلال تجمع شعبي له بولاية سكيكدا دعا كذلك إلى المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، متعهدا بتخصيص منحة للمرأة الماكثة بالبيت نظير مجهوداتها داخل الأسرة. مرأة لا تعمل عندها منحة تاعها، مرأة ببيتها وتريد أن تنشئ وتؤسس تجارة أو مؤسسة المساعدات لها، وهكذا يقع التكامل بين الرجل والمرأة. يعني وزارة والله كتاب الدولة على الأصح في وزارة التربية والتعليم يعهد لها الاعتناء بالتربية والتكوين لذوي الاحتياجات الخاصة بكل الصلاحيات وبكل الاختصاصات.